مرحبا، كيفكن؟ أنا جيت الدوغان، طلعت عليكم الفيديو قبل هلا وحكيت لكم على الناس المحتاجة يلي عم يحكوني. أنا كل حالة بنشرها عندي على الصفحة الحمد لله بنفس النهار أو ماكسيموم تاني يوم عم كون أمنت لهم أغراضهم، بس مقابل كل حالة أنا بنشرها على الصفحة بيكون في عندي 10-15 حالة جديدة كل يوم كل يوم كل يوم. ومن بين هول الناس في أطفال بياخدوا حليب، في كبار بالعمر عندهم بدهم ادويه مزمنه، في ناس ما عندها ربطه خبز ببيتها، وانا ما بقدر نزل 20 بوست كل يوم بالنهار. فكرمال هيك انا بناشد كل شخص قادر يتبرع بألف، قادر يتبرع بمجمع حليب، قادر يتبرع بربطه خبز، قادر يتبرع بظرف دواء ما يتردد يحكينا. كمان كل شخص كل ما اللي بيعرف اشخاص في مناطق معينة عم بتساعد، بليز اعملوا لهم منشن او اكتبوا لي رقمهم حتى اعطيهم اشخاص بمناطقهم يساعدون، لانه انا عندي ناس محتاجة بكل المناطق بلبنان وانا ما بقدر اوصل على كل المناطق. اعملوا معروف، خدوا الموضوع بطريقة جدية واعرفوا انه في ناس عم تحكيني عم تترجاني كرمال مجمع حليب. في كبار، في ناس كبار بالعمر من عمر اهلي عم يحكوني يترجوني كرمال علبة الدواء، وانا ما بقدر نام. وفي ناس عم يحكوني وعم يطلبوا مني مساعدات وانا ماني قادرة اعمل لهم شيء. الناس عم بتموت من الجوع، الاولاد عم بتنام جعانه، في اولاد عم تضل عم تبكي لانه ما عم تاخذ حليب. بليز بناشد كل شخص قادر يساعد بكل المناطق اللبنانية يشوف، بس يشوف هذا الفيديو ما يقصر، لو شو ما كان قادر يساعد، لو حتى قادر انه يجي بس ياخد الاغراض من مطرح لمطرح. انا بحاجة لكم، بحاجة لكل شخص قادر يعمل شيء، وبحاجة لكل الناس تعمل شير حتى يوصل لكل شخص بلبنان وبرات لبنان ويعرفوا انه في ناس عن جد بحاجة، وفي ناس عن جد ما عم تاكل، في ناس عم يحكون عم بيقولولي عم ببيعوا اغراض بيتهم حتى يأمنوا ربطة خبز، حتى يأمنوا مجمع حليب لأولادهم. الناس رح تصير بالشارع. بليز 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 كل إنسان قادر يساعد ما يقصر. أنا عم بحكي من حرقة قلبي، إذا فرجيكم تليفوني قديش فيها اللي عيال محتاجة، قديش كل يوم الصبح بس فتح عيوني بلاقي 20 حالة جديدة حكيني ما بعرفهم، شايفين رقمي على الفيسبوك بتصيروا تبكوا عليهم. بليز ما حدا يستهون بالموضوع، خدوا الموضوع بطريقة جدية وحاولوا تساعدوا بقدر الإمكان. ومشكورين، وآخر شي بقلكن ينتبهوا على حالكن و stay safe please. وبتعوا عرفوا انه الشير قادر ينقذ عائلة، قادر يخلي عائلة تنام منا جعانة، قادر يخلي طفل يشرب حليب، قادر يخلي ختيار ياخد دواء. عرفوا انه الشير هو اهم شيء، هو اللي عم بيوصل الحالات لكل الناس، هو اللي عم بيخلي الناس تتأمن دواها. ما تستهونوا بالموضوع، وبليز بليز بليز اعملوا شير. مرسي كتير.